تسأل عن صفة الرضاعات المحرمة، وهل يجب أن تكون متتالية؟ جزاكم الله خيرا. صفة الرضاعات المحرمة أن يمص الطفل الثدي وينزل يدر عليه لبن ثم يتركه لانتقال إلى ثدي آخر أو لتنفس أو لعطاس أو غير ذلك، فإذا مصه مص اللبن ثم ترك الثدي ثم عاد إليه ومصه ثانية هذه رضعة ثانية، وهكذا إلى أن يكمل 5 رضعات، سواء كانت هذه الرضعات في مجلس واحد أو في عدة مجالس. فإذا رضع 5 رضعات يعني 5 مصات وكل مصة يدر عليه لبن فإنه يعتبر ابنا للمرضعة ولمن ينسب لبنها إليه، فيكون ابنا لها وابنا لزوجها، وتكون محارمها محارم للرضيع، وتكون محارم الزوج الذي ينسب إليه اللبن محارم للرضيع أيضا.